الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في طبق جديد من الأكلات اليفصية وهي السليقة. وأسليقة الطيب في هذا الوقت بالذات في فصل الخريف، لأن المستورة اللي احنا في قفصة نسموها المستورة، في جهات أخرى يسموها السبول أو البطانية أو العبيدية، هي موجودة بكثرة في هذا الوقت في قفصة. مع العلم أصدقائي الأعزاء أن المستورة في قفصة في فصل الخريف بالذات عندها عدة استعمالات، استعملوها في أوجه متعددة، وباش نشوفوا البعض منها الآن بالتفصيل. هذه المستورة الخضراء اللي باش تستعملوها اليوم في طبق السليقة، لأن السليقة طيب إلا بالمستورة بدل مازالت خضراء وجديدة. المستورة الخضراء كذلك نجمو نشوها على النار على الفحم مشوية كما هذه، وتأكل مباشرة بعد الشواء، من الأحسن تكون سخونة، وإلا نغلوها في الماء والملح في مرميطة، خاصة تبدأ طرية وخضرة، نغلوها في الماء والملح والطيب وتأكل مباشرة، تجي بنينة ياسر. ثم اللي ما يحبهاش مشوية ويحبها مغلية في الماء والملح. كيف تيبس المستورة؟ يحتحتوها مثل ما موجودة في هذا الطبق، تتحتحت، وهنا ثم بعد ما تحتحت يابسة عندها استعمالين، أما يقلوها في الزيت وتببش كما موجودة تو، وخاصة الأطفال يحبوها ياسر، هذه وإلا تطرحها في الطاحونة تولي دقيق كما هذا، والدقيق هذا أما يخلطوه مع الفرينة تاع القمح ويطيبوا به خبز، يجي خبز مخلط ما بين قمح ومستورة يجي بنين ياسر، وإلا نعملوا به حساء مستورة اللي شفناه في حلقة فارطة. حساء المستورة أصدقائي الأعزاء، توب يجينا المنزل الأخت سميرة اللي باش طيب لنا اليوم السليقة اللي حضرناكم عليه. مرحبا بكم سميرة. مرحبا بكم بالسادة المتفرجين. شو نطيبوا اليوم؟ اليوم شو نطيبوا؟ سليقة قفصي. سليقة قفصي. أختي سميرة، توب قدمينا المكونات متاع السليقة القفصية. السليقة القفصية المكون الأساسي متاعها المستورة. مستورة الخضراء. المستورة الخضراء اللي هي هذا وقتها توب معناها في الخريف. وعندنا لهنا الحبوب، عندنا فول أخضر وفول يابس، عندنا لوبيا منفخة، عندنا حمص منفخ، وعندنا شوابي. شوابي اللي هي القرنيط الصغير الأخضر. الأخضر ما يقولون. وطيب القرنيط الكبير ولا لا؟ وطيب القرنيط الكبير اللي عنده أمل أخضر مش شاي. مش شاي. عندنا الخضرة، عندنا لهنا السلك. سلق ناس سلق مقطع. سلق مقطع. عندنا هنا كرافس. كرافس. معروفة. ما يجيش فيها المعدنوس. لا. باه. كرافس برك. كرافس برك. عندنا هنا الفركوس اللي هو نعرفهم به الفركوس اللي هو شنو؟ اللي هو القرع مازال صغير. القرعه كيما الفركوسه هذيك خلوه تكبر تولي قرعه. اي كي تكبر تولي قرعه. احنا نحوها صغيره. احنا نحوها صغيره اللي هو الفركوس. يسمى فركوس. اي المكون الاساسي بعد المستوره هو الفركوس. السليقه. دنجال. الدنجال. الدنجال الناس كل تعرفه. وهذوما ما نضيعوهمش. اللوزاني نتاع. اللوزاني نتاع الدنجال ما يضيعوش. من كنا صغار كنا ناكلوا فيهم هذوما. يا حسره. الدنجال. وعندنا لهنايا ملح. كمون اخضر. ثوم. فلفل الشايح. والفلفل الاحمر لكن هو فريش باش نهرسوه مع المستور. مع المستور. وعندنا لهنا الادام نتاعها زيت، زيت زيتونه، فلفل ملحي وطماط. وطماط. هذه المكونات كل فوق الطاولة، هاني باينة مغسولة نظيفة حضرة باش تبارك الله. أختي سميرة، البداية كيفاش باش تكون؟ البداية نبدو بالماء لو أول حاجة. صبوا الماء في مرميطة. صبوا الماء في المخفوق. في المخفوق. ماء. ماء. طول فيها هي فارغة طول. بعد. أول حاجة المكونات الأولى الفول. حبوب الكل. حبوب الكل تصبيها مع بعض. الحبوب الكل تترمى كله مع بعض. اللوبيا والفول الأخضر والفول اليابس والحمص.
باه واضح. الخضرة هو سلك. سلك الكل في البال. بعد الكرافس. هاي الفركوس. الفركوس شكله مقطع. الفركوس اللي قلنا هو قرع صغير. قرع صغير. الدنجال مقطع رقيق. والودان اللي تحنا نعمله نرماه. الودان اللي تحنا نرماه بس الحرارة يعرفوها هذه الكرة. باه الشوابي اللي هي قلنا قرنيط صغير. قرنيط صغير الشوابي. الدو الإدام تحت. الإدام تحت اللي هو قلنا زيت فلفل مرحي وطماطم. وطماطم الكل يترموه في البيت. الملح تو ولا بعد شوي؟ لا تو كل على بعض. كل مش مقاسين منها لا سليقة. سليقة بقى سليقة مش مقاسين منها. سليقة يبقى كان الفحم تحت في الأخر. يبقى كان الثوم والكمون. أي ولا هي ولا سليق اصلا سليق ديك ايوه هات انا نحضره تمام خلاص هذا ايش هذا كل توه تعطيه ضريبه بالمرق باش يتخلط وبعد يخلوه لو هذا الكل يتخلط مع بعضه اهي ارجو عليها كيفاش ونخلوها تغلي تمام نحلو عليها الغاز هذه هي السليقه القبسيه تغلي في عقلها تو نخلوها تغلي على نار قويه هي. والحاجه العربي وين تطيب على نار ريضه وين تجي اهبه وابل وابل المره الاولى النار قويه وبعد نقصوا نار قويه وبعد نقصوا عليها لا تو باش نعملوه تو بعد ما نصبنا المرميته تغلي ندوروا للمستوره المستوره بعد ما نظفناها هي كان كما هكايا ونظفناها نبدو نحطو فيها بالكعابه تحط فيها هك بالليت هاي تبان تتحط حتى بليد تتحط بالكعبه لا تتحط بالكعبه بليدين ها كما شفت باه فيها شوي وسع بيه اذا الانسان يوسع بيه لها شوي معاه يتبع بالستر هكاك وهم صح هكاك يتبع بالشوي بالشوي اللي تتحط حتى الكل لين تتحط حتى هاي هذه على الطريقه القديمه هذه على الطريقه القديمه هاي هاي حتحطوها ايه يجملوها في الاناء هذا تجمل في الاناء بعد ما حطينا المستوره نحطوها في المهرس المهرس تحط في المهرس شوي بشوي معاها جرين فلفل احمر جرين فلفل احمر اي وهرسه مع العلم الناس قبل تتهرس بالمهراس اي وبنات تو معناها يعملوا كيك المكونات الكل هذا ولكن هي الحافل الخلاط الكهربائي معناها عهد السرعه اي عهد قبل يعملوها بالمهراس كي هكا قبل بالمهراس اي والفلفل الاحمر هذاك باش يحمرها شوي اي نعم الفلفل الاحمر باش يحمرها وتجي حامضه وتجي حاره خاطر الحاجه العربي يلزمها حاره حرحره شوي حرحره شوي مع العلم خاطر هي تجي في الخريف هي. وتجي في الشتاء المراه الحره تحضر هذا وتحطها في المجمد اي وفي الشتاء طيبها تجبد في الشتاء بعد ما هرسناها بالمهراس كما شفتوا بالجرينات الفلفل الاحمر تولي كما كان تحصلنا على النتيجه الثانيه تحصلنا على النتيجه هذه مستوره خضره مهرسه بالفلفل الاحمر بالفلفل. وتستنى لين يجي وقتها يجي وقتها نرماه نرمى كي تجيب الخضره والكل نرماها هذه مع الثوم والكمون هذه هي المستوره بعد ما تهرست بالفلفل ايوه تو نتفقدوا مرميته بتاعنا اهي تغلوة باهية اخذت غلوة بالحق هاي قدام انا حتى الحبوب بدت شوي تو جا دور الفلفل الشايح فلفل الشايح فلفل الشايح اللي هو زاد منظف مع مردو حاضر باش نرموه شيخ الغلوة شوي مختلف تقعد لنا كان المكونات هذوما يرموهم بعد مع السنين الثوم وال والكمون والفلفل الشايح تو يجي دورهم معاك يجي دورهم بعد لا اما تو عملنا كان الفلفل الشايح الشايح باش يعطيها منظر بعد هذا منظر وريحة وخلوها تغلي كالعادة الفحم بتاعها اللي هو قلنا ثوم وكمون الثوم ثوم نرموه ايوه ونرمو معاه فكمون ما تكثروش ياسر من الكمون باش ما تجيناش مرة اهي راه كل حاجة عندها قواعد ايوه ونهرسوه نهرسوه مع بعض نهرسوه مع بعض بعد ما هرسنا الثوم والكمون بتاعها نحطوه مع حطيناها مع السليقه اللي هرسناها بالمهراس مع الفلفل الاحمر وتو نخرجوا شويه مرقه من اللي تغلي باش نحلوها فيه كيما الحساء معناها كيما الحساء كيما الحساء باه نحلوها كيف ايوه بعد
رجعوها تخلطيهم. خلطوهم طبيعة الحال زي ما بيتخلطوا مع بعضهم. أيوة. هذا الثوم والكمون والمستورة المرحي اللي هرسناها. الهرسة المهرسة اللي هرسناها. ايه. يتحلوا الكل. يتحلوا شوي. ايه. الدواء رجعوا نرموهم يغلوا. ايه. ايه نصبوهم الكل في المرميطة بتاعنا. نصبوهم مع بعضهم. خلوها تغلي دواء. هذه هي. والاخر حاجه هي اللي في الاحمر تقريبا بعد ما تغلي شويه خاطر نحب لها غلو شوي هي خاطر ما هي مستوره خضراء لازمها تغلي شويه باش تطيب تغلي شوي نرمو الجرينات الفلفل الاحمر بعد نستناوها اللي تغلي باش بعد ما عاد قريب تطيب السليقه نتاعنا نحطوا جرينات فلفل فريشكه من الحديقه المنزليه اللي نظام عاملتهم انايا بيولوجي معنى هذا جرينات بيولوجي وكيف كيف نزيدوا نحو الليمه فريشكه الليمه من اي هو راهو في قفص تقريبا كل دار فيها شجره نتاع ليم غارس يقولوا ليم غارس نستعملوها وقت الحاجه كيما تو ها نحتها من الشجره اختي سميره اخر حاجه نعملوها طابط نرمو جرينات الفلفل الاحمر هذوما الملو ونرمو اكل جرينات اللي نحنا هم الجرد الجرد هذوما دياري بيولوجي نخلوها مشوار قداش تقريبا دريج ماكسيموم خاطر ما فيهمش روح دريج درجين وتسمى طابط تسمى سليقه نتاعنا خضر سليقتنا طابط تبارك الله ريحتها فايحه ما بالنا لو السليقه نتاعنا خضر ايوه لو باش نبدا نحط قصعه عود عيني هاي هاني قلي تبعين حمص وفول وفلفل سليقة قفصية سليقتنا حاضرة وستيقة بتاع مستورة بتاع الحال ومعروفة يا مدام سميرة يقول لك خريف قفصة يا الإخوان معروف من قديم زمان تمره مستورة ورمان وزيت وفركوس ومرشان واحنا بدأنا في الخريف يا ابن ستيقة يقولوا ستيقة قفصي يا مبهاها ريحتها فايحة محلاها والزيت الزيتونة وتاها في قصعة عود حطيناها وفي دار سميرة كليناها ومنها باش ناكل صحنين ها سلاكل واهلي الكليمة وين؟ هذه الليمة اللي نحيناها من الزرقة من الزرقة هذيك من الشجرة من الشجرة خاطر هاي هذه الليم هذه السليقة والعواش فانتيكا هاتي وليدي سليقة هاتي